شنو مروى يعزم شيرين لشاهد المزيد من التفاصيل. امبارح تفاعل زياد أبو شعر بمجموعة من الاستوريات من عزيمة جمعته مع أنا صالة وكمان أسامة مروة. كمان اليوتيوب الجميلة شيرين بيوتي اللي ظهرت بكامل أناقتها بعدها اختفت عن السوشيال ميديا، وتوقع البعض إنه شيرين كمان كانت معزومة. ولاحظ الجميع إنه زياد ما نشر العزيمة، اكتفى بنشر لقطات في السيارة ولقطات بعد انتهاء العزيمة. طبعا بتكاسي لندن، فبينفتح احاديث بينفتح احاديث، يعني الله لا يوريكم. فاجوا انس واصالة على دبي، نورتوا والله. عنا كثير اشياء نحكي مع بعض، صرنا زمان مش شايفين بعض، بس انا ما دخلني ان ما حكينا شو نوع الاحاديث. ليش هيك عم تحكي؟ معروف شو نوع الاحاديث، ببلشوا بالمقلاية. لا الله يسامحك، نحن وشنا وش مقالي ابدا هيك ابدا. طناجر طناجر، سمعتوا؟ هي اعتراف.